السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد أوقاتكم بكل خير متابعين الكرام. واليوم مقارنة بين سيارتين من نفس الفئة، سيارة كورية وسيارة يابانية، كيا كي 5 2024 وتويوتا كامري 2024، كلهم فئة الستاندر. راح أتعرف على المواصفات والمزايا. ويسعد إخواني الكرام اشتركوا بالقناة، قناتي متخصصة بسيارات. ويلا بسم الله نبدأ المقارنة. زي ما تشوفون متابعين الكرام، على ميني كيا كي 5 2024 فيس ليفت الجديد، وعلى يساري تويوتا كامري 2024. طبعا هذا آخر موديل لهذا الشكل، كلهم فئة الستاندر ومحركاتهم 2500 سي سي بنزين بالكامل. سعر كيا كي 5 شامل الضريبة 100,775 ريال، سعر التويوتا كامري شامل الضريبة 111,550 ريال. المحركات 2.5 2.5 2500 سي سي، 196 حصان لصالح الكيا كي 5 و204 حصان لصالح التويوتا كامري، كلهم بنفس طبعا السرعات، ثمان بالنسبة للجير اللي هو جير اوتوماتيك ثمان سرعات، كلهم بنظام دفع امامي. المواصفات الخارجية، السيارتين بمقدمة اضاءات LED، نور عالي واطي LED، عندنا اربع حساسات امامية لصالح الكيا كي 5، الكامري بدون حساسات امامية. الكيا كي 5 في جنوطها المنيوم مقاس 16 انش، هذا هو الكفرات من نوع نيكسن، مقاس الكفر 205 على 65، والتويوتا كامري جنوط حديد مغطاة بطيس، كذلك مقاس 16 انش ومقاس الكفر 205 على 65، متفقين على مقاس الكفر. هنا بريجستون نوع الكفرات. السيارتين فيهم اشارات بالمراية، اطارات النوافذ بالكيا كي 5 باللون الاسود اللامع، عندنا اطارات النوافذ كروم، كذلك هنا اسود مطفي وهنا تطعيمات كروم. نروح للخلف، السيارتين بالإضاءة الخلفية العادية اللي هي الهيلوجينية، أربع حساسات خلفية أربع حساسات خلفية. الكامري ما تقدر تفتح الشنطة، ما فيها زر فتح الشنطة إلا عن طريق الريموت أو الزر الموجود داخل السيارة، هنا لا، عن طريق الريموت أو الزر الموجود داخل السيارة أو الزر الموجود في الشنطة. فهذه ميزة لصالح الكيا كي 5. صرفية الوقود، التويوتا كامري تتفوق وبقوة، 18.3 كيلو لكل لتر بنزين بتقييم ممتاز بلس، بنزين 91. الكيا كي 5 بتقييم ممتاز، بطاقة ما هي موجودة، لكن 16.8 كيلو لكل لتر بنزين، فتقريبا ما شاء الله تبارك الله نتكلم عن فرق كيلو ونص لصالح التويوتا كامري، رقم قياسي. الآن ننتقل للداخل. طبعا كيا كي 5 كوري، تصنيع كوري، مفاتيح ريموت. هذه السيارة من الداخل ما شاء الله، كرسي كهربائي صراحة هذا شيء يعبي العين، مقاعد قماش، هذه من الداخل، الزجاج كهربائي، سنتر لوك، مراية كهربائية. شوف الصف الخلفي، طبعا ما فيها تكاية بالوسط، عندنا مثبت مقاعد أطفال، فتحات تكييف، منافذ طاقة تايب سي، نور السقف هيلوجين، وهذه داخلية السيارة. لاحظوا الجلد على الأبواب، طبعا كرسي الساق كهربائي، هذه من الداخل السيارة. زجاج كهربائي، السائق فقط أوتو لمسة واحدة، السنتر لوك في باب السائق، السنتر لوك في باب الراكب. هذا هو الدركسون، بلوتوث أو صوتية، تحكم بنظام الصوتي، مثبت سرعة، تحكم بأعداد الرحلات، الطبلون تصميمه ديجيتال كأنه شاشة، عندنا هنا أعداد الرحلات، الأوتو للأنوار، تقريبا النهار تطفي والليل تشتغل، عاصمة صحة الزجاج هنا. مفاتيح السيارة ريموت، إغلاق السنتر لوك، فتح السنتر لوك، فتح قفل الشنطة، هذه موجودة بنفس مفتاح السيارة، وعندنا هنا شاشة معلومات كبيرة، مقاس كبير، يعني تحلم الكامري 2024 اللي موجودة سواء ستاندر ولا في الكامل بالمقاس هذا، فيها بوصة قبلة وأكيد تدعم خاصية أبل كار بلاي، هذه طبعا أندرويد أوتو، كاميرا خلفية ومساراتها متكيفة مع حركة المقود، مكيف لمس بتحكم منفصل بين الساق والراكب، هذه اختصارات النظام الصوتي. عندنا هنا منفذ تايب سي طاقة أو نظام صوتي، منفذ تايب سي طاقة ومنفذ طاقة كلاسيكي، جير أوتوماتيك من ثمان سرعات، الجلنط عادي ما هو كهربائي، تحت يجي حساسات طفية شغالة عن طريق هذا الزر، الزر درايف مود،
نورمال سبورت ايكو ماي درايف مع تكاب الوسط جهه جلد وفيها مساحه تخزين. المرايه الداخليه عاديه وليست تعتيم. نور السقف هيلوجين. شماسه الساق فيها مرايه مع اناره هيلوجينيه. كذلك شماسه الراكب فيها مرايه مع اناره هيلوجينيه. نروح للتويوتا كامري ونشوف وش تقدم لنا مواصفات افضل من كيا كي 5 بحكم ان السعر اعلى، اسم اقوى، سياره مرغوبه. طبعا الدخول عن طريق الريموت، مفاتيح السياره ريموت. هذه من الداخل، كرسي السائق يدوي كلهم الساق والراكب. شوف الصف الخلفي، هذه من الخلف. واو، فيها تكايه. كيا كي 5 ما فيها تكايه، لكن كيا كي 5 فيها منافذ طاقه. هنا ما في منافذ طاقه، مثبت مقاعد اطفال موجود بالسيارتين. زجاج كهربائي اوتامسا واحده بالكامل، سنتر لوك في باب السائق. الراكب للاسف ما عنده. مثبت سرعه، تحكم بالنظام الصوتي. للاسف نفتقد الى البلوتوث اللي في الدركسون والاوامر الصوتيه، ما هي موجوده. موجود عن طريق الشاشه البلوتوث، لكن هنا مختصره عليك بالكيا كي 5. الاوتو للانوار تقريبا نهضت في البدايه تشتغل. عصام مساحه الزجاج، طبلون عادي. هنا عداد الرحلات، مفاتيح السياره ريموت، اغلاق سنتر لوك، فتح سنتر لوك، جهاز انذار. وهذه ميزه انك تسمع صوت جهاز انذار، خاصه اذا كانت مواقف مول زحمه الى اخره، فضيعت سيارتك تضغط جهاز انذار تسمع صوت سيارتك. شاشه معلومات تدعم خاصيه بالكار بلاي اندرويد اوتو لكنها صغيره، مع وجود كاميرا خلفيه. طبعا مساراتها للاسف ما هي متكيفه بحركه القود. مكيف السياره يدوي، منفذ طاقه كلاسيكي، مساحه تخزين، جير اوتوماتيك، 8 سرعات، اوتو هولد للجنط الكهربائي مع وجود حاملات اكواب اد 2 وتكاب الوسط. فيها مساحه تخزين، فيها طراوه. المراية الداخلية عادية ما هي تعتيم. أنوار السقف LED الأمامية، هذه خلفية هيلوجين. فئة النظارة، شماسة الساق فيها مراية مع إنارة LED. كذلك الراكب فيها مراية مع إنارة LED. لاحظ الجلد اللي على الطبلون إلى آخره. الأمن والسلام بالسيارتين، فرامل ABS، نظام الثبات الإلكتروني، حساس كفرات، إرباك للساق والراكب، وعدد 5 حزيمات أمان، والحافظ الله دائما وأبدا. يوم نتكلم عن السعر أكيد لصالح الكيا كي 5 بحكم أنها أرخص. يوم نتكلم عن الصرفية لصالح التويوتا كامري، كذلك القوة الحصانية لصالح التويوتا كامري. على المستوى الخارجي التويوتا كامري تتفوق أن فيها عدسة عالي واطي. الكيا كي 5 بدون عدسة، لكن يعني الديزاين يعطيها منظر العدسة. الكيا كي 5 تيج جنوط، الكامري طيس، الكيا كي 5 حساسات أمامية، الكامري بدون حساسات أمامية. طبعا كذلك الكيا كي 5 حساساتها مصنعية، الكامري حساساتها إضافية، لكن هي بجودة مصنعية بحكم أنها طالعة من مصنع تويوتا، يعني حساسات منتج معتمدة من تويوتا، لكن الشكل صالح الكيا كي 5 الخاص بالحساسات. على المستوى الداخلي الكيا كي 5 تتفوق أنها مرتبة كهربائية. الكيا كي 5 تتفوق أنها طبلونها تصميم ديجيتال، وعندنا شاشة معلومات كبيرة عملاقة ومنافذ طاقة تايب سي. التويوتا كامري تتفوق على المستوى الداخلي، جنط كهربائي، هذا هو يدعم خاصية أوتو هولد وتكاية ونور سقف LED. عندنا بيئة النظارة، هذه كلها بالكامري. طبعا نور سقف الأمامية LED مع الشماسات، عكس الكيا كي 5 تيجي هيلوجين. الكيا كي 5 فيها تحكم طبعا بالبلوتوث والأوامر الصوتية. التويوتا كامري ما فيها الميزة هذه. التويوتا كامري هذا الموديل الأخير لهذا الجيل أو لهذا الشكل. الكيا كي 5 هذا هو منتصف العمر لهذا الشكل بحكم أنه فيس ليفت. بالأول الأخير قبل ما تشتري سيارة استخير الله والله يكتب لك الخير. منافسينهم هوندا أكورد ونيسان ألتيما ومازدا 6 وهيونداي سوناتا، هذا أبرز المنافسين بالفئة هذه. كذلك لا ننسى فورد تورس، مع احترام لأصحاب التورس بس نتكلم عن الموديل الجديد، ما نتكلم عن الموديل السابق لأن حجمه مختلف. حتى لو أصحاب الموديل الجديد زعلوا، لا الحجم متقارب مع الحجم هذا، وهي أصلا هي تسميتها الحقيقية توقع فورد مونديو وفورد بيوجن للفورد تورس، فمونديو البيوجن هي من نفس فئة التويوتا كامري. كان حتى عندهم ميركوري على فكرة من زمان اسمه ميلان أو حاجة زي كذا، من نفس الفئة هذه. القوة والمتانة كسمعة لصالح التويوتا كامري، الرغبة أكثر لصالح التويوتا كامري، هذا ليس كلام يا جماعة الخير. لكن الكيا كي 5 يعني صراحة عشان ما نظلمها ونقول لك سيء، بالعكس من السيارات الممتازة ومرغوبة فئتها وشبابية. كيا أوبتيما هذه هي
طبعا مع تغيير الاسم او انه هنا كيا اوبتيمال حال، هذه كيا كي 5، لا هي اصلا تيجي انت تكتب كيا كي 5 2014 تلقاها الاوبتيما، ما بس هم خلاص ما حبوا يلخبطون بالاسماء، اعتمدوا على اسم كيا كي 5. طيب متابعينا الكرام، بالاول الاخير استخير الله، الله يكتب لك الخير. يعني سواء شريت كيا كي 5 ولا تويوتا كامري ولا هنداي سوناتا ولا هوندا اكورد ولا اي سياره وحافظت عليها وانت مقتنع فيها، فالله يبارك لك فيها. طولت عليكم، اتمنى ما اكون غثيتكم، والسلام عليكم ورحمه الله.